اقتحام مستمر لمخيم نور شمس منذ ساعات منتصف الليل بعد استشهاد شابين فلسطينيين قصفا بطائرة مسيرة إسرائيلية. قوات الاحتلال ما زالت تقوم بعمليات تدمير واسعة للبنية التحتية داخل المخيم وخارج المخيم، كما أن جرافات الاحتلال دمرت أجزاء من منازل المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم. قبل قليل وردت معلومات عن انفجار عبوة ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة لمخيم نور شمس، ورسالة صوتية لقائد كتيبة مخيم نور شمس يقول بأن المقاتلون مستمرون في المقاومة داخل المخيم وخارج المخيم في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة ولمخيم نور شمس. أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم المخيم ومعززة بست جرافات عسكرية ما زالت تقوم بعمليات تدمير واسعة في هذا المخيم، وتنتقل وتحول المنازل داخل المخيم إلى تكنات عسكرية ونقاط عسكرية بعد احتجاز العائلات في غرف واحدة داخل منازلهم، ومطالبات عبر مكبرات صوت عائلات مخيم نور شمس وتحديدا في حي المنشية داخل المخيم بمغادرة هذا الحي إلى خارج المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلب من أهالي هذا الحي مغادرة حي المنشية إلى خارج المخيم مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع مقاتلين فلسطينيين وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من المنازل وانتقالها من منزل إلى آخر في محاولة للسيطرة على المقاتلين الفلسطينيين في مخيم نور شمس. وطائرات مسيرة إسرائيلية تحلق بكثافة ما زالت فوق سماء فوق المخيم في هذه الأثناء، وتلقي هناك طائرات مسيرة ألقت العدد من القنابل المتفجرة على نقاط داخل مخيم نور شمس. قوات الاحتلال الإسرائيلي في بداية هذا الاقتحام أحمد لم تسمح لطواقم الإسعاف بالدخول إلى مخيم نور شمس، هناك نقطة إسعاف محلية تمت إقامتها نتيجة لهذا المنع في الأشهر الماضية داخل المخيم. تمكنت طواقم الإسعاف من الدخول مرة واحدة خلال ساعات الليل لنقل الشهداء من المخيم، وبعد ذلك منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف من التحرك باتجاه هذا المخيم في مدينة طول كرم. اقتحام مستمر منذ ساعات تشارك فيه عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية وعدد أيضا من طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة تحلق على علو منخفض في سماء المخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل أيضا أحمد قصف منزلا بالقذائف المحمولة على الكتف خلال هذا الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس. طبعا هذه ليست النقطة الوحيدة الساخنة صباح هذا اليوم ومنذ ساعات الليل في الضفة الغربية، هناك اقتحام واسع لحي كفر عقب شمال القدس المحتلة وهو حي ملاصق تقريبا لمخيم الأمعري في مدينة البيرة. قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص بشكل مباشر على شبان فلسطينيين في مخيم الأمعري، أصيب شاب بالرصاص الحي في رأسه وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة خلال هذا الاقتحام المستمر أيضا لحي كفر عقب شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدد من الاقتحامات لعدة مدن في الضفة الغربية قبل بزوغ ساعات الصباح وتحديدا لمدينة نابلس ومدينة قلقيلية، ونفذت حملة اعتقالات، إلا أن الاقتحامات التي ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة هي في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم وحي كفر عقب شمال القدس المحتلة مع وقوع المزيد من الإصابات خلال هذه الاقتحامات سواء لمخيم نور شمس ومدينة طول كرم أو لحي كفر عقب شمال القدس المحتلة وفي مخيم الأمعري في مدينة البيرة.